السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على أكرم خلق الله سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد أحد إخواننا الأفاضل من دولة سوريا حفظ الله سوريا وأهلها وسائر البلدان العربية الشقيقة والإسلامية وسائر بلاد الدنيا كلها كل أمين بعت لي سؤال في تعليق من هو الصحابي اللي دفنته الملائكة يا عم الشيخ فالنهاردة حبيت أعرف حضراتكم من باب أن الإجابة هنا لابد وأن تكون على الملأ حتى تكون مفيدة وحتى يعم النفع إحنا النهاردة هنتكلم عن الصحابي اللي دفنته الملائكة صحابي جليل من كبار الصحابة قتل اتنين من الكفار يوم بدر فحلفت ونظرت زوجة واحد فيهم لا لازم تشرب فراسه خمره تخيلوا واحده نظرت ان هي هتشرب فراس الصحابي ده خمره لانه قتل زوجها مش كده وبس ده رصدت من المال الكثير والكثير لمن ياتي به اليها المهم جت وقعة بئر معونه واحتال المشركين على ثلاثه من الصحابه اثنين ظلوا يقاتلونهم حتى قتلوا واستطاعوا ان يصلوا الى هذا الثالث وهو الصحابي الجليل الذي هو محور حديثنا اليوم وقيدوه واوثقوه بالحبال بل ونزلوا به لمكه ليبيعوه لهذه السيده خصيصا اللي هي نذرت لتشرب في راسه الخمره. المهم وبعد كده واحد يقول لي طب هم ما قتلوش على طول ليه؟ أقول لك لأن هم لما قبضوا عليه كانوا في الأشهر الحرم وعندهم الأشهر الحرم ممنوع فيها القتل ولا يصح قتله فيأجلوا الموضوع لبعد الأشهر الحرم المهم أن هم خدوه وحطوه في بيت يسكن فيه راجل ومراته وابنهم الصغير بعد ما قيدوه واوثقوه بالحبال وبالسلاسل وقالوا لهم خلي بالكم منه كويس وكانت دي مهمه الست لان الراجل كان في التجاره بصفه مستمره. طبعا الكلام خدنا ونسيت اقول لك من الصحاب اللي انت مشتاق تعرف الملايكه دفنته ليه. ولكن قبل ما اقول لك الملايكه دفنته ليه احنا النهارده على موعد مع الصحابي الجليل سيدنا خبيب بن عدي رضوان الله عليه وارضاه. المهم ان انا عايز اسمعك بقى ان في عز المحنه تاتي المنحه اسمع الست كده وهي بتحكي عن سيدنا خبيب وهو رجل قد قيد واحكم الوثاق بتاعه فبتقول انا كنت بخش عليه في برد الشتاء ولاقي في ايده عنقود عنب والله ما في مكه يومها من حبه عنب تخيلوا بتخش على راجل محبوس متكتف ما بيتحركش لا بيشوف حد ولا حد بيشوفه فبتقول كنت بخش عليه الاقي في ايده عنقود العنب وما فيش في مكه يومها حبه عنب ده مش كده وبس فبتقول انا عمري ما دخلت عليه في وقت الا لما كل مره الاقي طعام غير الطعام اللي قبليه خدوا بالكم دي كرامة الله لهذا الصحابي علشان تعرف إن ربنا بيدي المعونة لأي أحد من عباده ما احنا عندنا خلي بالك المعجزة دي مختصة بيها مين أيوة مختصة بها الأنبياء والمرسلين طيب وبعدين الكرامة ربنا يديها لأولياءه ربنا يديها لإيه لأولياءه يديها آه للولي طيب والمعونة يديها لعباده المؤمنين فدي كرامة ومعونه من كرامات الله ومن معونات الله لسيدنا خبيب رضوان الله عليه وارضاه المهم دارت الايام ومرت الاشهر الحرم وسيدنا خبيب طلب من الست موس عايز موس فقالت له ليه قال لها لان النبي محمد صلى الله عليه وسلم موصينا بسنن الفطره اللي هي قص الاظافر وتهذيب الشارب وحلق الشعر وازاله شعر الابط المهم راحت تجيب له الموس واديته له وسرعان وهي بتدي له الموس الولد الصغير جري وقعد على حجر سيدنا خبيب ابن عدي، فالست فزعت، ما هو ده واحد عارف ان هو ميت ميت ما فيهاش كلام ما فيهاش نقاش، ده واحد بس مستني مجرد وقت مجرد سويعات لدرجه هو حاسس اهو فبدا يستعد وطلب الموس علشان يهذب نفسه عشان يقابل ربنا طيب نظيف جميل تخيلوا كده وبعدين هو عارف ان الناس دي اللي هتقتله فيعمل ايه في الولد فالست اترعبت جدا وفزعت جدا لكن سرعان ما سيدنا خبيب حدقها وهدأ من روعتها وقال لها ما تخافيش وما تحزنيش احنا ما نعتديش على الطفل وما نعتديش على اللي ادانا الامان والطفل ده جه لحد عندي واداني الامان وانا ما ينفعش اكون من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وافعل ذلك خذ الغلام ولا تقلقي المهم بعد الاشهر الحرم خدوه وخرجوا بيه لمكه وبعدين ربطوه في شجره فلما ربطوه في شجره حبوا يقتلوه ابو سفيان قال لهم لا تقتلوه وانما اضربوه قريبا من يده وقدميه خلي بالك الامعان في التعذيب يعني هم حبوا يقتلوه مره واحده ويخلص الموضوع قال لهم لا بلاش احنا عايزين ننكل بيه نعذبه نضربه الاول ونذيقه الوان العذاب ثم ينتهي به الامر الى القتل لكن لو قتلناه من البداية كده هيستريح المهم عملوا الكلام ده لدرجة ان اشتد العذاب جدا به فاقترب منه ابو سفيان فقال يا خبيب اسمع بقى الحب الصادق لسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم الحب اللي هو مش في داك نفسي يا رسول الله وانت ما تعرفش حتى اسم النبي بالكامل ايه الحب اللي هو نابع بالدم اللي هو بيجري في عروق الانسان مش الحب اه تشرتي في داك نفسي يا رسول الله وانت مش عارف امهات المؤمنين كم واحدة ولا مين اللي اتجوزها النبي ولا مين اللي دخل بها النبي ولا مين واحدة من امهات النبي ويمكن في فيديو منتشر جدا على وسائل التواصل الإجتماعي بيسألوا واحد إيه هي صلاة التهجد وهتصليها فين فبيقول لهم صلاة التهجد دي صلاة آه لعيد من الأعياد وإن شاء الله أنا وأصليها في مسجد مصطفى محمود ده حال المسلمين النهارده. ده مش واحد ده تباينت الردود لكن ده الرد اللي أنا وقفته قدامه يعني انا بوريكم بس الامر صعب قوي بل اقسم بالله انا مره شاهدت فيديو قريب ان بيسالوا ايه صلاه اكتوبر فقال له اه دي صلاه بنصليها مش عارف كم ركعه وقعد يالف ومش عايز اقول لكم بعد كده قال ان هو في كليه ايه بلاش اقول ان هو في كليه ايه لانه يجلب العار لهذه الكليه صليتوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ده الحب الصادق بقى لسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يا خبيب ده ابو سفيان اللي بيقول له قال لبيك، قال اتحب ان تكون منعما في اهلك وولدك ومحمد عندنا الان مكانك تضرب عنقه؟ قال لا والله لا احب ان اكون في اهلي وبيتي منعما ورسول الله في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكه تؤذيه او نسمه هواء حاره تؤذيه، شفت الحب بتاع النبي أنا ما أحبش أستمتع بأي نعيم والنبي صلى الله عليه وسلم شوكة تأذيه أو حتى نسمة هواء تأذيه. كانوا بيغيروا على النبي صلى الله عليه وسلم قوي. قال له طيب أبو سفيان بقى اللي بيسأله خلاص أنت ميت كده ليك أمنية؟ قال له أه. قال له إيه هي؟ قال له عايز أصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى. فقال لهم خلاص نزلوه يصلي. فنزلوه عشان يصلي. المهم صلى ركعتين خفيفتين وقال لهم والله لولا أن تظنون أن بي جزع من الموت لزدت من الصلاة. يعني لو أنتم ما تفتكروش إن أنا خايف من الموت كنت زدت في الصلاة. وبعدين بص كده وأنشد وقال بيت من الشعر جميل جدا ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. وبعدين رفع إيديه إلى ربنا سبحانه وتعالى وقال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم يا ربنا أحدا المهم أبو سفيان لأنه واثق من صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم واثق أن أصحاب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بيحربوا عن عقيدة صادقة قال لهم انبطحوا على الأرض حتى لا تصيبكم دعوته وبالفعل الكل انبطح وهو لهم كده وهو بيضحك لأنه هو الوحيد اللي رافع راسه تخيل بقى كلهم منبطحين وهم يعذبونه وهو وحده يرفع رأسه ثم ضحك ثم نظر ودعا الله سبحانه وتعالى قائلا: اللهم بلغ عني نبيك ورسولك بما فعلت. فالامين جبريل نزل على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وحكى له القصه بتاعه سيدنا خبيب بن عدي، فسيدنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم علم بمقتل سيدنا خبيب فارسل من ياتي بجثمانه. المهم ان الصحابي اللي راح عشان ياتي بالجثمان ده اسمعوا بيقول ايه؟ بيقول وصلت والدنيا قد اظلمت فصعدت على النخله، طلع على النخله اللي هم كانوا مقيدين فيها اللي قتلوه عليها واللي صلبوه بعد ما قتلوه، يعني هم بعد ما قتلوه صلبوه. وبعدين كان مربوط عليها سيدنا خبيب بن عدي فبيقول انا فكيته بالراحه جدا خائفا ان يراني احد فوقع مني على الارض. فلما وقع قلت انزل اخذه واذهب به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت من على النخله ابحث عنه فلم اجده، ما لقيتوش، فظللت ابحث عنه الى ان طلع الفجر، ما لقيتوش خالص، حتى لما الصبح طلع ما لقيتوش، فبيقول فرحت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم اخبره بما حدث عايز اقول للنبي اللي انا عملته كله لاني هقول للنبي ايه النبي بعتني اجيب جثمانه طب اجيبه ازاي وانا مش لاقيه فالصحابي راح قال هحكي للنبي اللي حصل بقى فاول ما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ما نطقش بكلمه فلقى النبي بصص له كده وبيبتسم وبيقول له لا عليك دفنته الملائكه الله اكبر شوف الجمال فبيقول له لا عليك دفنته الملائكه فتخيل كده النبي صلى الله عليه وسلم لما يعلم ان صحابي الملائكه غسلته وكفنته ودفنته حفاظا عليه، لماذا؟ حتى لا توفي هذه المراه نذرها ولا تشرب الخمر في راس صحابي قتل حبا لله وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ده الصحابي اللي حضراتكم سالتم عنه مين هو الصحابي اللي دفنته الملائكه؟ وتاملوا في كم الكرامات والمعونات التي منحت لسيدنا خبيب رضوان الله عليه وارضاه فهؤلاء هم الرجال الذين مضوا الى الله سبحانه وتعالى وقد صدقوا ما عاهدوا الله عليه ولله در من قال فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم ان التشبه بالرجال فلاحوا. تلك هي النماذج المضيئة الذي يجب أن يتعلم شبابنا عنها وأن يعرف شبابنا عنها وأن يعرفها شبابنا حتى يكون لهم قدوة وأسوة بدلا من التأسي بالتافهين والتافهات أسأل الله العلي القدير أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعلنا على نهج الصحابة نسير إنه ولي ذلك ومولاه وصلي اللهم وسلم وبارك على نبي البركات وعلى آله وصحبه وسلم